عسلامة ومرحبا بمشتركي سبورانات. اليوم درسنا باش يكون وصف الشخصية، وهو الدرس التاسع للسنة السادسة من الانتاج الكتابي. باش نبداو بالملخص باش نفهموا شنية وشنو معناتها وصف الشخصية، ماذا تعني هاته الكلمات. الملخص متاعنا شنو يقول؟ الوصف هو إسناد صفة أو أكثر إلى الموصوف. بما معنى ذلك أنه الموصوف يكون الشيء اللي احنا باش نوصفوه. مثلا نقولوا احنا باش نوصفوا الزهرة، الزهرة هذيك هي الموصوف. باش نوصفوا شخص، شيخ أو كهل أو طفل صغير، هذيك يتسمى الموصوف. والصفة اللي هي تسند إلى الموصوف بمعنى أنه أنا باش نوصفه بوصف سواء كان نحيل وإلا طويل وإلا قصير، الشخص هذاك وإلا جميل وإلا كذا، هذيك هي الصفة. والموصوف هو الشيء الذي سأصفه به. لوصف الشخصية باش نوصف شخصية فما قاعدة، واللي هي قد أنطلق من الإجمال إلى التفصيل. معناتها نجم نختار أني أنا نوصفه من العموم إلى التفصيل. إيش معناتها؟ مثلا شخص نحيف فوجهه شاحب. شوفوا لهناك كيفاش بدينا، شخص نحيف معناتها احنا لهنا وصفنا الجسم نتاعو، بدينا بالجسم نتاعو ككامل ومن بعد انتقلنا الى الوجه نتاعو، وهذا يعتبر التفصيل. الوجه هو التفصيل من كامل الجسم النحيف. ومن بعد باش نشوفوا انه نحنا باش نزيدو ندقوا اكثر. فوجهه شاحب حاد كالسكين. توا باش نوصف معناتها انتقلت الوجه اللي هو جزء من الجسم، والأنف مثلا وإلا العينين وإلا الوجنتين هما أجزاء من الوجه، واللي هو يعتبر زادة جسم عام باش نقوم أنا بالتحديد متاعه. فوجهه شاحب حاد كالسكين، وأنفه دقيق طويل، وأضلاع صدره ظاهرة تستطيع عدها. هذايا لهنا انا وصفت، بديت بالجسم ومن بعد انتقلت الى الوجه وقمت بوصفه الدقيق، ومن بعد انتقلت الى الصدر وبديت بوصف الاضلاع نتاعو، وهكذا نكون انا انتقلت من الاجمال الى التفصيل. ونجم نكون ناخذ زاده خاصيه اخرى، قد انطلق من الاعلى الى الاسفل. نجم نوصفه من الاعلى الى الاسفل، مثلا الراس، العنق، الصدر، الارجل. قد أنتقي بعض العناصر وأهمل البعض الآخر، بمعنى أنه النجم أنا نوصف مثلا، مش نوصف أنا الوجه، نوصف مثلا العينين والأنف، لكن ما نوصفش الفم والأسنان وهكذا. هكذا اش معناتها أنا نقول أنتقي بعض العناصر وأهمل البعض الآخر. ولهنا باش نعطي مثال، في الوجه أصف فقط العينين والوجنتين والفم والأسنان وأهمل الأنف والحاجبين والجبين. هذا بمعنى ما نقول أننا ننتقي بعض العناصر ونهمل البعض الآخر. الآن باش ننتقل للنص نتاعي ونقوم بإنجاز التمارين. أقرأ النص التالي. أم تمام. ينبغي أن تعرف أم تمام فصورتها خليقة أن ترسم. كانت أم تمام قصيرة مسرفة في القصر، منحنية مسرفة في الانحناء، انعطف أعلاها على أسفلها كأنها خلقت لتلتصق التصاقا، وكانت من أجل ذلك أشبه بذوات الأربع منها بالإنسان ذي القامة المعتدلة والقد المستقيم، وكانت من أجل هذا إذا مشت خيلت إليك كأنها تتدحرج كما تتدحرج الكرة، وكان مشيها بطيئا رفيعا، وكان صوت أم تمام نحيلا ضئيلا، وكانت قد فقدت بعض أسنانها فكان صوتها يستحيل إذا تكلمت إلى هواء خافت لا يكاد السامع يميز حروفه إلا في مشقة وجهد.
هذا هو النص اللي احنا باش نقومه بانجاز التمارين متاعه، وهو لطه حسين. باش نبداو بالتمارين الاول اللي هو اش قال: اضعوا علامة قطع مقطوع امام الموصوفات المتعلقة بام تمام. الموصوفات اللي هي تتعلق بام تمام زعما هي شنية، احنا باش نقراو الاحتمالات باش نضع علامة قدام الاحتمالات الصحيحة. مرة الاولى: وجهها، قدها وقامتها، صوتها، مشيتها. هو شنية الموصوفات اللي تعلقت بأم تمام؟ هو لم يصف وجهها، لا ما وصفش الوجه متاعها. هل وصف قدها وقامتها؟ نعم وصف قدها وقامتها، باش نضع قطع مقطوع لهنا. وصف صوتها أيضا، نعم لهنا وسط ولهنا صوت أم تمام نحيلا ضئيلا. مشيتها، نعم زاد اللي هو وصف مشية متاعها. السؤال اللي بعده شنو يقول؟ واصلوا تعمير الجدول التالي مقتبسا البيانات من النص السابق. مش معناتها لهنا باش نكتبوا الموصوفات ولهنا نكتبوا الاوصاف. مع الموصوفات معناتها شنو هي الحاجات اللي هي توصفت، اللي هي عندنا لهنا قدها وقامتها، صوتها، ومشيتها. هذوما باش نحطهم لهنا، ونحط الاوصاف نتاعها باش توصفوا هالموصوفات هذوما. انتما بطبيعه الحال باش تنقلوا الجدول هذايا على الكراس نتاعكم وتحاولوا تخرجوا العبارات معناتها والاوصاف من النص الموجود قدامكم. لهنا انا عملت جدول فيه الاجابه، باش نحاولوا نقارنوها بالنص. الموصوفات اول حاجه عندنا قدها وقامتها، بماذا وصفها؟ ما هي الاوصاف؟ قدها وقامتها قصيرة مسرفة في القصار، منحنية مسرفة في الانحناء. منين بدات هذه؟ خلينا نشوفوا منين بالضبط في وسط النص. كما قاعدين نشوفوا لهنا كانت أم تماما قصيرة مسرفة في القصار. خلينا نسطروا احنا منين بدات قصيرة هكا، مسرفة في القصار، منحنية مسرفة في الانحناء. هذه لهنا وصفنا القد متاعها والقامة. بعد شنو قال؟ قال كانت أشبه بذوات الأربع منها بالإنسان ذي القامة المعتدلة والقد المستقيم. معناتها لهنا بدا يوصف وانعطف أعلاها على أسفلها كأنها خلقت لتلتصق التصاقا، وكانت من أجل ذلك أشبه بذوات الأربع منها بالإنسان ذي القامة المعتدلة. هذا كله وصف للقد والقامة متاعها والقد المستقيم، وكانت من أجل ذلك. احنا لهنا باش نحبسوا والقد المستقيم، هذا هو في النص وصف قد وقامة أم ولا أم تمام به. احنا باش ننتقلوا بعدها للصوت متاعها. شنو قال في الاوصاف باش وصفه؟ نحيل ضئيل. خلينا نرجع للكتاب متاعنا للنص، خلينا نشوفه. وكان صوت ام تمام نحيلا ضئيلا، وكانت قد فقدت بعض مع بطبيعه الحال هذا غير موجود، معناتها نحيلا ضئيلا سطر كان هذا بركه. هذا بعض اسنانها هذا لا، نحن باش نقولوا بعدها كان صوتها يستحيل إذا تكلمت إلى هواء خافت لا يكاد السامع يميز حروفه إلا في مشقة وجهد. هذا وصف الصوت لأم تمام. باش ننتقل للمشية متاعها. مشيتها تتدحرج كما تتدحرج الكرة. نشوف لهنا وين موجودة لهنا، وكانت ما إذا مشت. هذا اذا مشت باش يبدا اللي هو باش يوصف المشي متاعها. نعم هكا خيلت اليك كأن انها تتدحرج كما تتدحرج الكره، وكان مشيها بطيئا رفيعا. كانت هي كي تمشي بين لك كانها تتدحرج، وكان المشي متاعها بطيئا رفيعا. هكا نكون انا
عمرت الجدول متاعي وقمت باستخراج المواصفات وقمت زادا باستخراج الأوصاف. توا باش نقومو بالانتقال إلى التمرين الموالي واللي هو شي يقول أقرأ النص التالي وأكمل البيانات الناقصة في المخطط. النص باش نقراوه: كان عم باخير خفيف الروح دميما دمامة عليها مسحة من جمال التناسب مما يجعل دمامته مقبولة، فالأنف البارز المكور تعلوه عينان حمراوان تحتهما فم واسع له شفة سفلى متورمة متدلية في مستوى أفقي مع ذقنه، وعلى الجميع لون من ألوان الإشراق وطلاء من البشر، ومما يزيد في خفة ظله أنه كان يرتدي كل ما يشتريه في غير تناسق ولا نظام، فتراه مثلا معتما بعمة بيضاء عليها محرمة حمراء ثم يربط الجميع بخيط من وبر قاتم اللون، فيرتدي في أوقات الراحة الجبة والبرنس والقشابية والبلوزة صيفا وشتاء. هذا نص لي علي الدعاجي من سهرت منه الليالي. باش ننتقل لي السؤال الموالي وهو الشخص الموصوف. انا عندي لهنا المخطط كما قال في الاول، باش انا نكمل النواقص اللي موجوده في المخطط. هذا المخطط عندي لهنا الشخص الموصوف، يلزمني نكمله. عندي الانف، العينين، الفم والشفة السفلى. باش نقوم انا باكمال الموصوفات ونكتبها باش نخليكم انتوما تنقلوا هذا باش نقوموا بالاجابه. باش نبداو بالشخص الموصوف. من هو الموصوف في هذا النص؟ نعم، الشخص الموصوف هو عم باخير. لهنا باش نكتب انا في الشخص الموصوف اللي هو عم باخير. انتوما تنجموا تنقلوها على الكراس وتحاولوا تعمروا عمو باخير. الانف شنو هي الاوصاف نتاعو في النص؟ في النص شنو قال؟ نحاولوا نرجعوا شنو قال. هو قال بارز مكور لهنا، فالانف البارز المكور بمعنى الانف نتاعو بارز مكور. احسنتم. ومن بعد شنو وصف العينان؟ باش وصفهم العينان نرجعوا لهناك بيت الحال اي حاجه، نرجعوا للنص نتاعنا. عينان حمراوان لهنا وصفهم حمراوان حمراوان. الفم باش وصفه في وسط النص شنو قال؟ تحتهما فم واسع لهنا الفم واسع. هذه الصفة اللي اعطاها للفم. بالنسبة للشفة السفلى، له شفة سفلى متورمة متدلية في مستوى أفقي مع ذقنه. هذه الوصف لهنا مش نكتبوها اللي هي متورمة حتى لمع ذقنه. باه باش ننتقلوا لجيم بالنسبه للسؤال هذايا. اعيد كتابه الجزء المسطر بعكس ما وصف به العم باخير في نص الدعاجي. بالنسبه لهنا اللي هو سطرها قاعدين نشوفوا لهنا في السطر، فالانف البارز المكور تعلوه عينان حمراوان تحتهما فم واسع له شفة سفلى متورمة متدلية في المستوى في مستوى أفقي مع ذقنه. احنا لهنا باش نعود كتابة الموجود لهنا لكن بطريقة أخرى ما عندها العكس متاحها ونختار الصفات بالعكس متاح.
كان عم باخير خفيف الروح جميلا. لهنا قالوا دميما دمامة، لهنا قال جميلا جمالا، قل نظيره بين الرجال فالأنف. لهنا قال البارز المكور، احنا شو باش نقولوا؟ فالأنف البارز المكور، البارز المكور باش نعوضها لهنا بدقيق، فالأنف دقيق معناتها لهنا صغير، خشم نتاعو صغير مش كيما لهنا قلنا انه هو بارز معناتها ظاهر وكبير. تعلوه عينان، لهنا قلنا حمراوان، احنا باش نوصفوها بعكسها باش نقولوا دعجاوان. عينان باش نكتبوا دعجاوان، دعجاوان، عيناني دعجاواني. احفظوهم الصفات هذه خاطر باش تفيدكم برش. تحتهما فم، لهنا واسع، احنا باش نبدلوه صغير، فم صغير. بالنسبة للشفتين، له شفتان، لهنا له شفة سفلى متورمة متدلية وكذا، لهنا مش نقول له شفتان رقيقتان، رقيقتان. وهكا نكون اني انا اعطيته صفات اللي هي كانت عكس اللي هو موجود فيها، ملي كانت الحاجات معناتها عينيها حمراوان، كان خشمه كبير، كان فمه واسع، انا واللي كان هو دميم دمامة رديناه جميل، وحاولنا انه احنا نبدلوا الصفات اللي هي ماهيش باهية بصفات جميلة كما دقيق، دعجوان، صغير، رقيقتان، باش يكون العام بخير جميل. وهكذا نكونوا انهينا الدرس متاعنا اليوم او الجزء الاول من الدرس في وصف الشخصية. الى اللقاء.